حر بفقع، شوب بفطس، وطقس بيخنق. كلها مصطلحات تعبيرية نستخدمها مجازياً عن شدة الحرارة، ولكن هذه المرة الطقس يقتل حرفياً لا مجازياً، حيث أفادت دراسة جديدة بأن أكثر من 60,000 شخص توفوا في أوروبا الصيف الماضي بسبب الارتفاع الجنوني لدرجات الحرارة. هذه الدراسة التي عمل عليها علماء من المعهد الفرنسي لأبحاث الصحة وأيضاً معهد برشلونة للصحة العالمية نشرت الأرقام الصادمة ودعت أيضاً إلى مضاعفة الجهود لمواجهة موجات الحر المقبلة، مشيرة إلى أنه بدون استجابة فعالة ستواجه القارة الأوروبية أكثر من 70,000 وفاة كل صيف بحلول عام 2030، ومن ثم أكثر من 90,000 وفاة كل صيف بحلول عام 2040. اللافت في الأمر بأن هذه الدراسة تتزامن مع تحذيرات الأمم المتحدة من صيف هذا العام، وأيضا تتزامن مع صدور بيانات من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتي توقعت تعرض 7 دول عربية لدرجات حرارة قياسية في هذا الصيف تصل إلى 50 درجة مئوية، وهي مصر، العراق، السعودية، سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين. يعود هذا الارتفاع إلى ظاهرة جوية تسمى بالقبة الحرارية. سنعرف أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا من ضيفنا من تونس الخبير البيئي عامر الجريدي. أهلا وسهلا بك سيد عامر. نسبت دراسة واسعة نشرت في مجلة نيتشر ميديسن أكثر من 60,000 وفاة إلى درجات الحرارة المرتفعة والتي شهدتها أوروبا في صيف 2022. ما العوامل المسببة لزيادة موجات الحرارة السابقة والحالية أيضا؟ العوامل أصبحت معلومة لدى الجميع، هناك تغير في المناخ اللي يتمثل في ارتفاع معدل درجة الحرارة على كوكب الأرض، واللي هو معناها بنسب متفاوتة من بيئة إلى أخرى، من منطقة إلى أخرى، وأكيد المناطق اللي هي ساخنة مثل منطقتنا العربية معناها نشعر فيها بارتفاع درجات الحرارة هذه، وحتى في كندا مثلا، في أوروبا معناها في عديد المناطق نلحظ هذا الارتفاع معناها المتواصل سنة بعد أخرى لدرجات الحرارة. دونك تغير المناخ لأسباب طبيعية أو لأسباب بشرية هو المسؤول. طيب، كان صيف عام 2022 هو الأكثر حراً على الإطلاق في أوروبا، فيعني شهد سلسلة متتالية من موجات الحر. ما الأعراض الصحية الشائعة المرتبطة بموجات الحرارة المرتفعة؟ ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بالأساس يعني أكثر، يؤثر على كبار السن، يؤثر على الرضع، على بعض المرضى، هذا معناها بديهي، لكن معناها تغير المناخ المتمثل في ارتفاع معدل درجات الحرارة وفي درجات الحرارة خصوصا في الصيف معناها في عديد المناطق التبعات متاعو يعني مركبة، فالثلج يذوب، يرتفع معناها مياه البحر، مستوى مياه البحر يرتفع، ثم حتى الحرارة معدل حرارة البحر مياه البحر معناها ترتفع، مما يؤثر على الحياة البحرية، يؤثر على السلسلة الغذائية، مسألة انخرام المناخ المتأتي من انحسار أشعة الشمس داخل الكرة الأرضية يترتب عنه مرض العيون، سرطان الجلد، فتأثيرات تغير المناخ بالأساس على صحة الإنسان، ولكن نعم، على ظروف حياته وعلى تغذيته مع الجفاف ومع تدني المحاصيل. نعم سيد عامر، من المتوقع أن تتعرض 7 دول عربية خلال أيام لارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، يعني تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية. يعود هذا الارتفاع المتوقع إلى ما يعرف باسم القبة الحرارية. ما الذي نقصده بهذا المصطلح القبة الحرارية؟ يقول لك ما القبة الحرارية هي ظاهرة طبيعية تقع في أي منطقة من المناطق عندما
يكون فيه معناها في طبقات الجو، في الطبقة العليا تكون ثم برودة، وفي الطبقة اللي أدنى منها تكون ثم تكثف لكمية الحرارة ولدرجة الحرارة، وبالتالي الطبقة العليا ذعاب الجوي يضغط على الطبقة السفلى فدرجة الحرارة ترتفع، وظاهرة معناها ظرفية تزول، تأخذ مدة وتزول، ولكنها هذه تعبيرة أخرى أو مؤشر آخر على تغير المناخ. وهالقبة هذه أنا أفيدكم شيء، أنا من تونس أتحدث، يعني مثل ما في السبع بلدان هذه السعودية ومصر وبلدان الشرق الأوسط، في تونس نعيش هذه معناها تأثير هذه القبة الحرارية في الجنوب وفي القيروان، وكنت معناها في القيروان منذ يومين وكادت بلغت درجة الحرارة في الظل 47 درجة، وسبق أن بلغتها، لأن القيروان الجنوب التونسي معناها حارة في الصيف مثل في الجزيرة العربية وفي بعض مناطق من شمال إفريقيا. كل الشكر لك من تونس الخبير البيئي عامر الجريدي.